احنا جينا نتكلم اقتصاد اليوم، جينا نتكلم اقتصاد فعلا، الاقتصاد مربوط بالجو. الصباح هذا كنت نقول الظرف الاقتصادي، الظرف الوطني لازم لأنه كل شيء يأتي فيه تأثير على الاقتصاد، أنه إن شاء الله تكون تأثير على الاقتصاد قصير، فنعيش كمواطنين، البلد كله يعيش في هذه المرحلة، مرحلة مفصلية. لكن بعد المرحلة المفصلية دائما الملفات اللي كانت تنتظر الفتح تفتح إن شاء الله.